بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه وبكرة أصيلا. كذلك من الأشياء اللي تلفت النظر هو أن هذا العصر البغيث في مجمله يركز كان على ما هو تطرف في الحصول على المعلومات، يعني معلومات يعني عندك أنت تضمن المعلومة اللي حصلتك الآن سكوب، هي فعلا له مقابل في واقع الحياة. ثبتوا رواحكم هنا، راكم ياسر مغرورين بالكم الهائل اللي تعتبروه معلومات اللي هي فيها الحجج نتاعكم وهي ذات ثقل، وانا مجريت فيكم البكر في عملكم اليومي. عملكم اليومي كارو يركز على علاقتكم بالله، مش علاقتكم بالمعلوماتيه وعلاقتكم بكذا من علوم انسانيه وعلوم قالك علوم صحيحه. اين العلم الصحيح في الرياضيات؟ اين العلم الصحيح في الفيزياء في الكيمياء؟ اي لان كلكم تعوموا بالشيء، يعني مجرد هيك النظريات الله اعلم هل هي بعيده ولا قريبه من واقع الاشياء ام لا. يا ولدي انتم في هذا يال، والشيطان هو كان سبب في تضليلكم بهذه الطريقه المبالغ فيها. رد بالك، ايجا لاغلب الناس العالم الاسلامي خاصه اللي مازالوا حديثي السن تلقاهم طياره يقولوا بالعلميه في التكنولوجيا، طياره ما تجيش تبعو بيها. لكن يجي يشوف واقعه من يوهي بطن امه، هل وصلوا شيء من القران ومن فقه القران ومن تلذذ بفقه القران؟ وهو الان قل له ربي احكي لي على القصه الفلانيه ولا الشعر الفلاني يصرفك، ولا ما يكلش او سيتاسيون فلانيه او كذا او كذا او القوله الفلانيه أو النابغة الفلانية فلاني ولا المجر، ولكن اللي هو مش يسأل عنه يوم القيامة ليس الذي يسأل عنه النابش يبان اللي هو ما كيف حد في الذكاء. يا ودي اللي كان بجيت ميموار، أما لا كروند ميموار سو ريبريزونتي بار تون دوسيي كي سورا أوفير لو جوجمون. سي سا هل نقول لكم ما تقلبوش الموازين، راهو ميزانك لازم يكون مؤسس على القرآن وما جاء فيه من آيات بينات ومن إنذارات ومن أوامر إلهية، ولا واحد منكم يفهمش معنى أمر إلهي، لأنه يعني لا يؤمن بالله إلا على اللسان، أبوه في صندوقه كافر بالله، ولذلك ربي يسلط عليكم العذاب. لأنكم فرتوا بالله وفرتوا بخيرات الله وتاكلوا المغلى وتسموا بالملة، ولهذا مثلكم كالروح. إذا كان اتضح شيء من هذه الأمور الآن ما زلتوا تواصلوا في الأعمى والسماء ولا تقولوا لا الرجل واحد؟ فالرجل يتكلم عن القرآن، احنا القرآن غير اللي نسمعوا فيه عنه، هل نعرفوا منه شيء؟ هل نعرفوا الفاتحة؟ هل نعرفوا الإخلاص؟ هل نعرفوا المعوذتين؟ أم نعرفوا البقرة؟ أم نعرفوا الأعراف؟ ما تعرفوا شيء جهال، أعماكم إبليس اللعين، وأنتم ربما مش تحاسبوا كما تحاسبوا هو، لأنه احنا بين ظهرانيكم دائما ليلا نهارا نحذركم بكل ملام طريق وبكل لغة، نحذركم من الحالة اللي أنتم فيها من alienation، يعني استيلاء، يعني لا قيمة لكم كناس. فالي ربي يقول على الناس جميعا ولقد كرمنا بني آدم هنا بأكل دين وزاد عن دين داتر لا اي وطر عن دين الاندينيتي بابو زاكمباني لجور دي جمون وطول لون دي وطر سجور وفان فان دي فو. والسلام على أهل الإسلام.